خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف من الباحة بيان الغامدي احد عضوات الفريق الفائز. اهلا بك بيان والف مبروك. اهلا وسهلا، الله يبارك فيكم. طيب بيان، في البداية يعني متى بدأت الاستعدادات للمشاركة في الهاكاثون؟ يعني ما شاء الله، واحدة في الرياض، واحدة في الباحة، واحدة في ينبع، صحيح، وفي جدة. كيف اجتمعتم وكيف وصلتم لهذا التطبيق؟ أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية استعدادنا للهاكاثون كانت تقريبا قبل بدايته بأسبوع. كوننا الفريق بحمد الله ووضعنا عدد من الأفكار في قائمة، ومن ثم يعني استخلصنا منها الأفكار الأميز والأفضل، وصلنا إلى فكرة الجمال الحمد لله. طيب إيش يعني اللي حاب يطور نفسه في هذا المجال يا بيان، إيش نصيحتك له؟ نصيحتي في كلمة واحدة، استمر 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 استمر. طيب وعشان توكل على الله، ابحث عن ميولك، طوره، لا توقف مكانك وتتمنى النجاح يجيك. اسعى له وكن واثق من نفسك، وبإذن الله يجيك النجاح بإذن الله. إجتك الفرصة كمان استغلها استغلها، وبإذن الله فالك التوفيق بإذن الله. طيب أنت بدأتي هذا تخصصك في الجامعة يا بيان ولا هواية فقط؟ تخصصي في الجامعة كمبيوتر ساينس. وخريجة قبل كم سنة؟ تخرجت تقريبا من 5 سنوات كلية الجامعية في ينبع. ولسه ما باشرتي عمل يعني، وانت موجودة على رأس عمل؟ لا، كنت فترات تدريب متقطعة. الفترة الماضية يعني اتجهتي للتدريب وتطوير نفسك، صحيح؟ صحيح. طيب بيان الغامدي مبروك مرة أخرى وشكرا جزيلا لك.